لا تكاد أن تتوقف دموع الأم عندما تنهمر على وجنتيها، فهي لاهبة لا شك في ذلك، وتزداد حرقة عندما تتذكر ابنها صفاء البصري صاحب 21 عاما قد فارقها، فالمرارة تزداد والغصة لا تبارح القلب المتفطر من أساسه عند تذكرهم إنه زف إلى مذبحة قبل أن يكون زوجا بسبعة أيام برصاصة طائشة أنهت حياته. سبعة أيام على موعد زفافه، لكنه تخضب بدمائه قبل ذلك الموعد جراء رصاصة طائشة أصابته في رأسه. الشاب صفاء ضحية أخرى للسلاح المنفلت في البصرة. أنا وابني ضياء عندنا عطل بالسيارة، قاعد نصلح به، وجاء الله يرحمه، اجى وقف يمنه، ماكو خلال دقيقة وتفاجأت ابني وقع على بس اخو قال انا سمع الصوت طلقه وشت من اجت من يم بالقرب من اخذها وصله من قلبي والله العظيم عمي. يعني ارد عرس له دفله الريس العرس له الجمعه، يعني نفقد الخميس الله يرضاه. الدين الشرع القانون جميع الديانات تقبل على طفل يعني عمره 21 سنه بعد ريعان شباب يروح، احنا هيك يروح من دينه بدين ابوه، ابوه واقف يمه وهو يطيح. دموع الام المفجوعه تتحدث، لا تعي ما تقول سوى انها تريد ابنها العريس ابن الحاديه والعشرين عاما. هذا شريد من المحافظ يقولون يطلع حق ابني، أريد ابني الرم أكون أريدك الضوح وعض عنا بسنوني. قال ابني شاب طلع، قال ابني، قال ابني ابني يما. ضحايا النزاعات العشائرية في البصرة من الأبرياء تتزايد يوما بعد آخر، ما يؤشر على ضعف الإجراءات القانونية الرادعة بحق العشائر الخارجة عن القانون. ضحية أخرى تسجلها البصرة جراء السلاح المنفلت والرصاص الطائش الذي يملأ سماء المحافظة يوميا، انفلات أمنية دون حسيب أو رقيب لتزهق أرواح الأبرياء يوما بعد يوم. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة.